أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو أبناء هؤلاء النجوم يقدمون مواهبهم في مسلسلات رمضان 2020، هل نجحوا؟ شاركنا برأيك في التعليقات. تميزت الدراما السورية في رمضان الجاري بحضور عدد من أبناء الفنانين السوريين المعروفين الذي كانت لهم مشاركتهم هذا العام 2020، وشاد العديد من المتابعين بأداء بعضهم، بينما اعتبر بعض المتابعين أن الطريق أمامهم سالك لحملهم أسماء وخبرة أهاليهم ليتوارثوا المهنة، متهمين البعض منهم بأنهم استخدموا ما أسموه بالمحسوبيات والواسطات. والأمثلة التي أمامنا اليوم تثبت أن بعض النجوم الشباب لم يدخل الميدان الفني عبر المحسوبيات، بل بعد دراسة أكاديمية وموهبة مع الاستفادة من خبرة الأهل. في هذا الفيديو نقدم عددا من أبناء الفنانين السوريين الذي شاركوا هذا العام في الدراما السورية، وقدموا شخصياتهم على اختلاف حجمها ومساحتها وتركيبتها، لنتعرف عليهم. الفنان الصاعد سدير غسان مسعود، يشارك الممثل الشاب سدير مسعود ابن الفنان القدير غسان مسعود في مسلسل مقابلة مع السيد آدم، تأليف وإخراج فادي سليم. وهذا العمل الذي يعتبر من بطولة والده غسان مسعود، لكن حتى الآن وبعد مرور 15 حلقة لم يجتمعا خلالها في مشهد واحد، لكن السدير يؤدي بطولة خط الشر في العمل، واستطاع أن يلفت الأنظار إليه على أدائه وبراعته، حيث يقدم شخصية معتصم الشاب الذي يكون على علاقة مع الفتاة التي تقتل في المسلسل، وتدور حولها أحداث القصة التي يسعى والده لكشف ملابساتها. الفنان السدير مسعود من مواليد 15 من فبراير عام 94، وعمره بحلول عام 2020 26 عام. السدير مسعود هو ممثل ومخرج سوري خريج قسم الإخراج من الجامعة اللبنانية الدولية، وخريج علاقات دولية وعلوم دبلوماسية من جامعة القلمون السورية، وقد دخل مجال التمثيل في عام 2014، وكانت بداياته الفنية عام 2014 في مسلسل حلاوة الروح، لتتوالى أعماله بعد ذلك في العديد من المسلسلات، والتي أبرزها نبتدي منين الحكاية عام 2016، وعن الهوى والجوى عام 2019، وأخرج فيلمي المخاض عام 2017 وخلل عام 2019. وفي مجال التقديم التلفزيوني قدم برنامج سما سبوت على قناة سما السورية. الفنانة الصاعدة طرف التقي ابنة الفنانة صباح الجزائري، ولم يكن العنصر الذكري فقط من ساهم بطرح فكرة الوراثة والمحسوبيات جانبا، بل حضر العنصر الأنثوي بقوة متمثلا بالفنانة الشابة طرف التقي ابنة الفنانة صباح الجزائري، لتثبت هي الأخرى أن موهبتها هي المفتاح الوحيد التي دخلت به عالم الدراما، فهي تلعب دورا مميزا بشخصية صباح في مسلسل حارس القدس. وبالرغم من شهادة الكثيرين للتقي على موهبة فدة من خلال هذا الدور ودورها العام الفائت في مسلسل ورد أسود، ومن ردود الفعل هذه تشجيع والدتها الفنانة صباح الجزائري، حيث نشرت عبر حسابها على انستغرام صورة لطرف من مشهد تعرض مجموعة من الجنود الإسرائيليين لها، وعلقت عليه بأنها فخورة بابنتها وبإحساسها العالي، وتمنت لها أن تكون نجمة كبيرة ومهمة. كذلك تشارك الفنانة طرف التقي في مسلسل بورترية الذي لم ينتهي من مرحلة التصوير بعد، وهو من إخراج باسم السلكة وتأليف تليد الخطيب وإنتاج شركة إمار الشام، وتؤدي التقي دور البطولة من خلال شخصية ريما. وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي،
حول قصة حب تدور بين شابين في ظروف غير اعتيادية تتكلل بحوادث بين عائلتهما في الماضي. والفنانة طرف الطقي والدتها صباح الجزائري وخالتها الفنانة سامية الجزائري وشقيقتها الفنانة رشا الطقي وشقيقها الفنان كرم الطقي ووالدها اللبناني رباح الطقي. وأوضحت الفنانة طرف الطقي أن التمثيل هو حلم طفولتها ولا يمكن أن تتخلى عنه، وبالتالي لا تفكر بأي لحظة من الممكن أن تتخلى فيها عن التمثيل. وأول عمل قامت بالمشاركة فيه كان مسلسل دنيا عام 2015 مع الفنانة أمل عرفة والفنانة شكران مرتجع، وتشارك في مسلسل ما بين الحب وحب وهو تحت الإعداد. واحتفلت الفنانة طرف الطقي بخطوبتها في حفل بسيط وعائلي وذلك في شهر أكتوبر عام 2019. الفنان الصاعد هفال طلحت حمدي. ويشارك الممثل الشاب هفال حمدي ابن الفنان الراحل طلحت حمدي في مسلسل حارس القدس بشخصية سهيل. وأظهر الممثل الشاب قدرات إبداعية قوية ولاقى إعجاب الجمهور، واستطاع أن يترك المتابعين يشيرون إليه ولما يقدمه، متوقعين له أن يسير على خطى والده الراحل بالإتقان والموهبة. كذلك يشارك الممثل الشاب مسلسل بورتريا الذي لم يعرض بعد بشخصية حازم إلى جانب زميلته الفنانة الصاعدة طرف الطقي. ورغم تخرجه حديثا من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2019 إلا أنه استطاع أن يلفت الانتباه لموهبته وحضوره الجميل، وخاصة بعد عرض التخرج الذي قدمه. ويحلم الفنان هافال بوضع بصمة خاصة له في عالم التمثيل، وأن يشكل مع أبناء جيله دافعا قويا لتطوير عجلة الدراما السورية وتقديم أعمال هامة ترتقي بذوق المشاهدين. الفنان الصاعد سليمان رزق ابن الفنانة أمانة والي. وأيضا من الفنانين الشباب الذين أثبتوا أنفسهم ممثل اشتهر في صغره كثيرا بسبب أدواره المميزة، وهو اليوم ممثل أكاديمي تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعاد ليتألق من جديد، وهو الشاب سليمان رزق ابن الفنانة أمانة والي والمخرج يوسف رزق. وشارك رزق بعدة لوحات بمسلسل ببساطة بجزءه الثاني، وهو من إخراج تامر إسحاق وتأليف عدد من الكتاب، ليظهر للجميع موهبته التي أثبتها بالصغر ونضجت أكثر الآن. وهو من مواليد عام 99، استطاع الممثل الشاب سليمان رزق أن يحفر موهبته في ذاكرة عدد كبير من الجمهور من خلال عدد من الأعمال التي قدمها في بداية الألفية الثالثة خلال طفولته، ولعل أبرزها مسلسل قتل الربيع والذي جسد فيه شخصية الطفل جهاد، وهو من إخراج والده المخرج الشهير يوسف رزق. وعرض المسلسل عام 2004 وكان وقتها يبلغ من العمر 5 سنوات. وظهر الفنان الصاعد سليمان رزق بعدها بعام واحد وتحديدا في عام 2005 في المسلسل الشهير حاجز الصمت، وهو من إخراج والده، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وشهرة واسعة للطفل الصغير. وشارك الفنان سليمان رزق بعدها في عدد من الأعمال أبرزها مسلسل زمن العار والذي عرض في عام 2009، وجسد وقتها دور الطفل سامر ابن الفنان بسام كوسة وحفيد الفنانة منى واصف. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.